جلدة للكاتب عبد الحميد عوض من صحيفة السوداني، وحملت هذه المرة عنوان ليلة الغدر. يبتدر عوض زاويته بالقول: الأحياء ليسوا هم من يمشون بيننا في الأسواق، أسواق السياسة والإعلام والعدة والملابس القديمة، والأحياء لسنا نحن، بل من قبروا تحت تراب أو رقدوا تحت ماء النهر في 3 يونيو العام الماضي. يضيف الكاتب: هم أحياء في سيرتنا وحكاياتنا وتاريخنا وفرحاتنا وحزننا، يتنفسون بعمق في عالمهم، يبتسمون ويضحكون في زمن لا بسمة ولا ضحكة، يعيشون بفخر وعزة وشموخ، أسماء لها صدى يهز الجبال: عظمة، ماكور، قصي، وليد، كشة، وبقية الزمرة الطاهرة والطهورة. ويزيد الكاتب: ألمواتهم من في قصورهم العالية وكراسيهم الوثيرة من ومن خمدت ضمائرهم في ذلك اليوم، فصاموا عن الحلال وأفطروا بالدماء والأرواح، ثم ذهبوا إلى أهليهم يتمطون ويحكون لأطفالهم حكايات العيد وفاطمة السمحة والغول والشهامة والرجولة والنخوة، قبل أن يموتوا ميتتهم الأبدية ويقبروا داخل أنفسهم. يواصل الكاتب: العدالة ليست لدى المحامي نبيل أديب ولا لجنته، العدالة تمتلكها الأرواح الحية التي تطاردهم في حلهم وترحالهم، في صحوهم ومنامهم، حين يسمعون كلمة يا قاتل، ويا لها من مذمة ويا لها من لعنة. ويتابع الكاتب: نهايتهم قد دنت، يحسبونها بعيدة ونراها قريبة، اليوم أو غدا أو بعده لا يهم متى، لكنها ستأتي، ويصعدون المشانق واحدا بعد الآخر، ويسقطون كما سقطت مشاريع استبدادهم وفسادهم. ويختم الكاتب فيقول: العدالة هناك تنتظرهم في يوم الفزع الأكبر، حيث العادل الذي لن يظلم عنده أحد، وقد توجهت له أمهات الشهداء من أول لحظات الفاجعة، فماذا تقولون له؟